لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. جاء في كتاب سفر الكلمة عظة للمتروبوليت بولس يازجي ألقاها في سحر الجمعة العظيمة بعنوان جلجلة التاريخ. اليوم علق على خشبة. لدينا في الكتاب المقدس حدثان يحمل فيهما المسيح صليبه. الأول حين حمله على درب الآلام في أورشليم، أي حين حمله ليرفع عليه، والحدث الثاني ينبئنا عنه سفر الرؤيا عندما سيأتي يسوع في مجيئه الثاني كديان، عندها سيحمل راية الظفر، وهذه ستكون صليبه. بين زمن هذين الحدثين يمتد هذا اليوم الذي يعلق فيه المسيح على الخشبة. عندما مد يسوع يديه على الصليب، مد الأولى على الماضي والثانية على المستقبل، مغطيا التاريخ كله. المسيح لم يصلب مرة وحسب، بل بصلبه افتتح درب الصليب. على الصليب صرخ يسوع: قد تم، لقد تم آنذاك فعلا ملء الكشف الإلهي. لقد كشف العهد القديم الكثير من محبة الله، وأكثر منه كشفت السنون الثلاث بما تم ما فيها الله بين البشر من أعمال وأقوال. لكن عند الصليب انكشفت كل المحبة الإلهية، إذ لا حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. لكن عند الصليب خرج من جنب المسيح دم وماء، وهذا يعني قد بدأ. لم يحمل المسيح صليبه ليترك قصة شخصية أو ليكتب تاريخا له في التاريخ. المسيح دخل التاريخ حتى يصلبه على الجلجلة، أي حتى ينعطف به إلى مساره الحقيقي بعد أن كان قد انحرف عنه. عند الصليب تم الكشف الإلهي في كل عظمته، وعند الصليب بدأ الحضور الإلهي في رسالته. دخل الله التاريخ ليدخل هو والإنسان في صنع التاريخ. المسيح المصلوب ليس قصة، أو بالأحرى ليس صورة. المصلوب نداء لمن يريد. لقد جرح المسيح على الصليب، لكن الدم والماء المنسكبين من جنبه الطاهر يجرحان كثيرين. لقد صرح هو بأنه عندما يرتفع أي يصلب سوف يرفع إليه كثيرين، أي سوف يصلبهم معه. الصليب دعوة حرة تقوم على حقيقة جرحنا بالشوق الإلهي. الذهبي الفمي يقول إن الجندي الشهم عندما يرى سيده مجروحا في المعركة يخوض الحرب بضراوة أشد. الصليب زرع في صدر الأرض على الجلجلة ليصلب التاريخ. المسيح ارتفع ليرفعنا، وجرح فجرحنا، بدأ لنتابع، أتم الكشف لنتمم الحضور. المسيح بالصلب افتتح الملكوت، لكي بالصليب نبني الملكوت. لهذا نمر بزياح الصليب، ولهذا نتأمل الصليب. الصليب رسالة ودرب. نسجد لآلامك أيها المسيح، فأرنا قيامتك المجيدة. آمين.